مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مطبخ المتواضع. اليوم بدنا نعمل وصفه كثير طيبه واغلبيه العالم بيعملوها بالمناسبات وخاصه بشهر رمضان. اليوم بدنا نعمل العسمليه. العسمليه عباره عن شعيريه الكنافه بتنطبخ مع السمنه بتنحشى بالقشطه او الجبنه. رح اعمل اليوم عسمليه بالقشطه، شوفوا معي المقادير. نص كيلو عجينه عسمليه جاهزه تنخلط ب 200 جرام من السمنه او الزبده، رشه من المزهر والموارد، مقادير وصفه القشطه، لتر من الحليب، ملعقتين من الطحين، ملعقتين من النشا، ملعقتين من السكر، وكباية من القشطه الجاهزه. من بعد ما تعرفت انا وياكم على مقادير وصفتي، رح اعرفكم على ضيفي المهضوم كتير. ضيفي كمان من ذوي الاحتياجات الخاصه، ضيفي حالته نادرة كتير، اسمها سيلفر راسل سيندروم. حتعرف أنا وياكم على عبد الرحمن، والحلقة رح تكون كتير مهضومة لأنه قبل الحلقة كتير تسلينا. كيف بالحلقة؟ رحبوا معي بعبد الرحمن. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، كيفك؟ يلا هلأ نحنا بدنا نقعد على هيدا الكرسي. يا أهلا وسهلا بالبطل. إذا هيك مبلشين تمام، يلا رح نبلش بالوصفة. اليوم يا عبد الرحمن شو قلنا بدنا نعمل؟ عسملية. برافو عليك يا بطل. العسملية يا عبد الرحمن، أول شغلة بدنا نجهز القطر لأنه بدها تاخد شوية وقت غلي، نرجع منجهز القشطة. أوكي؟ رح نحط لكل 3 ملاعق من السكر، 2 3 4 5 بدي احط لهم 3 ملاعق من المي. احنا هلا عم نعمل قطر، هاي ملعقه، هاي 2 وهاي 3. كل كبايه من السكر بدها نص او ربع كبايه من المي، 3 كبايات سكر بدها كبايه ونص من المي. بنضل نحركهم ليدوب السكر. تفضل حركهم بقوتك لانه خبروني انك كثير قوي. سوك هيك، يلا حرك. بهالوقت هو عبد الرحمن عم بحرك، رح اعجن انا وياكم عجينه العسمليه. وشو بدنا نحط فيها؟ اول شغله بدي اعجن العسمليه بالزبده والسمنه والزيت مع بعض. بطل 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 من هذا الزمان. رح ناخذ العسمليه فرفتها بهذا الشكل. هاي العسمليه بتنجاب جاهزه، صعب كتير انه نحنا نعملها بالبيت، بدها مكانات وبدها شغل كتير. دايما بنلاقيها بالاسواق بمحلات الحلويات. شو يا عبد الرحمن، اول مره بتساعد بالاكل؟ شي مره ساعدت قبل؟ بس ما قلت ما مرت خالك. يلا امبارح عملت تشيز كيك. امبارح عملت تشيز كيك. ليك شو بنعمل؟ بنجيب، طلع شفتن هول، شفتن ليك كيف منفرفتن. نرجع منجيب زبد او السمنة، اوكي، نعجنها منيح. اوكي هيك، اهم شيء بدنا نحطها على الصينية هيك نعجنها. شفت كيف بدنا نحطها هيك؟ ها مع بعضها. ناخد القسم الثاني منها، شفت كيف هيك؟ ما في اهون من هيك. حطيتها، وين بتروح؟ عجننا العسمليه بالزيت او بالسمنه او بالزبده بهاي الطريقه، وبترك نكهه الزبده بكل زاويه من زوايا العجينه العسمليه، وبدي طبعا دخلها على فرن بوسط الفرن واتركها لحتى تتحمر وتصير مقمره. اوكي، فيكم تقلوها طبعا، وفيكم كمان تحطوها بالفرن مثل ما بدي اعملها. هلا رح ندخلها على الفرن. دخلت
دخلتها على الفرن. هلا بهالوقت فينا نعمل صينيه ثانيه لفرجيكم اذا بدكم تعملوها على الغاز كيف تعملوها. ناخذ الزبده بهذا الشكل ندهنها هيك. شفت هاي شو زغطوره؟ هاي بدي اعمل لك اياها لإلك بهذا الشكل. باخذ العجينه انا بهذا الشكل وبحطها هيك. اهم شيء تتوزع على كل صينيه. هود الصواني كمان بتلاقيهم بمحلات الادوات المنزليه، بتقولوا لهم صواني كنافه يا كبيره يا صغيره بهذا الشكل. وهلا شو بدي اعمل؟ رح امرها على الغاز. بعمل اول ميله من تحت، برجع بجيب هاي الصينيه وبقلبها وبعمل الميله الثانيه من تحت. تطلع كثير طيبه. يلا تعوا معي على الغاز. هلا اهم شيء ارجع ادهن الصينيه الثانيه اللي بدها تنقلب عليها كمان بالسمنه، لانه هلا بدنا نقلبها نحن. اوكي، مثل ما شايفين. من بعد ما قلينا الشعيرية بهود البورشينات الصغيرة واللي بالفرن تقريبا صارت جاهزة، رح أعمل أنا وياكم قشطة وندردش شوي نحن وعبد الرحمن. عبد الرحمن خبرني شوي، شو بتتسلى بهالحياة؟ شو بتتسلى بالتليفون. تليفون؟ وشو كمان بتعمل؟ خبروني إنه عندك مواهب. نلعب بلاي ستيشن. رح أحط لتر من الحليب، كباية من الطحين وكباية من النشا، كباية من الطحين على البارد. بدنا نحط النشا، بدنا نضل نحرك فيهم ليشدوا. هنو عم بيشدوا بدي ضيف لهم شوية سكر. خبرنا انت قوي بسبور، شو بتعمل؟ بمسك اوزان. تمسك اوزان؟ قد ايه أكثر وزن بتمسكوا؟ 20 كيلو. بتمسكوا لل 20 كيلو؟ حديد. ما شاء الله عنك، شو كمان؟ بلعب كمان شو اسمه هيدي؟ طابة حديد. ايه على فكرة عبد الرحمن كثير مشارك ببرامج، بمسابقات، بإيفنتات، ودايما دايما بفوز على أشخاص قادرين وعندهم قدرات هائلة، هو بفوز عليهم صح؟ عنده 5 ميداليات. عنده 5 ميداليات، قد ايه عمرك؟ 18 سنة. عمرك 18 سنة، العمر كله يا رب. هلا عم نضل نحرك هون يا عبد الرحمن لحتى يشدوا القشطة. من بعد ما طلعنا العسملية من الفرن بهذا الشكل، واو طلعت عندي.
شو بدنا نعمل هلا؟ نرقش على الاسمنية. بدنا نحط على الاسمنية قشطة، ليكو القشطة، القطر على النار عم ينغلى. هلا بعد ما ينغلى حطيت له عصرة حامض، رح حط له التسقاية المزهر والموارد، حطيتهم مع بعض، رح سق شوي هون، شوية مزهر وموارد مثل ما شايفين، رح آخذ القشطة طبعاً كمان نتفة مزهر وموارد على القشطة بهي الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. واو ريحتها هي ها؟ شفت؟ قد إيه قوية أنا؟ هاي هي. هلا شو بدي أعمل؟ رح حط فستق هون هون هون. واو هلا على هاي الصغيرة رح حط قطر سخن مثل ما شايفين، عم سقيها بالقطر قد ما فيي، بدي اياها تكون طرية 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 مشبعة بالقطر. على الآخر نرجع ناخد القشطة بهيدا الشكل، هون نرجع ناخدها ومنحطها هون، نرجع منروح عند القطرات منسقيها هيك. واو شوية قشطة كمان هو على الوجه سخنة. شو رأيك بهالوصفة؟ حلوة؟ وهيدي الفستق وعلى الوجه، وهيك رح اخذ شوية قلوبات. غير شكل رح نحط عليهم قطر وهاي وصفتنا لليوم صارت جاهزة. عسملية بالقشطة، ضيفي كان ضيف كتير مهضوم بس مستحي، بس أنا اللي حبيت خبركن إياه إنه عنده قدرات أنا ما عندي إياها. أكيد بعرف أطبخ بس أكيد ما بعرف أعمل قصص هو بيعرف يعملها. عبد الرحمن تشرفت بمعرفتك، أهلا وسهلا فيك بالبرنامج.